فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. مع صحيح البخاري باب ركوب البدء البدن، القول تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، يعني هل تركب وهي من شعائر الله أو تعظم فلا تركب حتى عند الحاجة إليه. لذلك جاء المصنف بهذا التبويب ليبين لك يعني المطلوب من هذا الباب. قال وبشر المحسنين، وقال مجاهد سميت البدنة لبدنها القانع يعني السائل، والمعتر الذي يعتر بالبدن من غنى أو فقير، أو من غني أو فقير، الذي يجحف في المسألة. شعائر الله استعظام البدن واستحسانها، والعتيق عتقه من الجبابرة، يعني ما جعل لهم سلطان عليه. يقال وجبت سقطت إلى الأرض ومن وجبت الشمس، ولذلك هم يقولون بأن غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني ساقط على كل محتلم. قالوا الوجوء واجبت يعني سقطت، فإذا واجبت جنوبها. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف من سقاط الأسباد شيخ البخاري قال أخبرنا مالك، ومالك النجم إذا ذكر الحديث فمالك النجم، رواه جماعة عن أبي الزناد، نفس السلسلة المشهورة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، عبد الرحمن بن هرمز عن زكوان زيات عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، وسيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها، فقال إنها بدنة، فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ويلك، في الثالثة أو في الثانية. نعم. وفي رواية عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قال اركبها، فقال إنها بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة. أبو رجاء أو رجاء القنع، ومخالف الأول يقال قنع إذا رضي، وقرأ الحسن والمعتري ومعناهم مثل المعتر، يقال اعتره اعتراه، وعره عراه إذا تعرض لما عنده أو طلبه. عامة في الحالتين هي فيها الإطعام. حديث أبو هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، العتيق عتقه من الجبابرة لرواية فلم يغلب عليه جبار قط، ورد هذا مرفوعا، العتيق عتقه من الجبابرة، قال كما ذكر البخاري وقد روي ذلك مرفوعا بزيادة فلم يغلب عليه جبار قط. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ويلك اركبها، قال ويلك اركبها، قال اركبها، في الثانية والثالثة قال سوق بدنة مقلدة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اركبها، فقال بدنة يا رسول الله، قال ويلك اركبها ثلاثا. قال البخاري في باب التقليد النعل قريبا قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، قال فلقد رأيته راكبها ليساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها. وطبعا ما كان تلكأ، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالركوب الركوب، لكنه تلكأ لأنها تعلمون أنها تعظم وهي من شعائر الله، فإن كانت من شعائر الله فتعظيمها واجب، فيحسب أن من تعظيمها ألا أركبها، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنها عند الحاجة إليها يجوز أن يركبها. وفي حديث أنس رضي الله عنه وارضاه قال النبي مرتين أو ثلاثا اركبها، وقال له في الثالثة اركبها ويلك، وهذا تحذير، يعني كيف لا تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تعظم شعائر الله مثل يعني فوق ما يعظمها النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الجهل، الجهل في هذا والورع الكاذب، وهذا الورع الكاذب، لأن النبي هو الذي أمر بأن يركبها، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بأن يركبها. نعم. قال إنها بدنة، قال وإن كانت فاركبها ويلك ويحك. وانفرد مسلم بحديث ابن زبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول عن ركوب الهدي، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إن ألجئت إليها، اركبها بالمعروف إن ألجئت إليها حتى تجد ظهرا، يعني أنت تمشي وما عندك ظهر، ما عندك إبل، ما عندك بعير، وما عندك إلا هذه البدنة التي هديتها
لبيت الله جل في علاه. جزاكم الله خيرا أحسن الله عليكم. فهنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم اركبها إذا جئت إليها. وفي قول اركبها إذا جئت إليها فيها دلالة على أنه لو كان في سعة وكان في راحة لا أركبها، يبقى لا أركبها إلا عند الحاجة، لا أركبها عند الحاجة. ولأحمد من حديث علي سئل يركب الرجل هديه، قال لا بأس به، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالرجال يمشون فيأمر بركوب هديهم. ثم قال ولا تتبعون شيئا أفضل من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وإن كان مرسلا لكنه صحيح. ومن مرسيل أبو داود من حديث ابن جريج عن عطاء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالبدنة إذا احتاج إليها سيدها أن يحمل عليها ويركب غير منهوكة، يعني ما يحمل فوق طاقتها لكن له أن يركب. قلت ماذا قال الرجل الراجل اللي هو الماشي يعني والمتبع اليسير والنذر يتحمل عليها ولدها وعدله. وهذا الحكم للنبي صلى الله عليه وسلم يؤسس فيه المخالفة لأهل الشرك، لأن النبي قال ليس منا من ليس منا من تشبه بغيرنا، ليس منا من تشبه بغيرنا. فأهل الجاهلية كان عندهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، فهؤلاء لا يستخدمون ما كان نذرا لأصنامهم ولا يقربونها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن كانت معظمة وأنها لشعائر الله جل في علاه فإنها عند الحاجة تستخدم خلافا لهؤلاء الأهل الجاهلية، ولأن النبي قال ليس منا من تشبه بغيرنا. اختلف العلماء في ركوب الهادي الواجب والتطوع، فذهب أهل الظاهر إلى أن ذلك جائز من غير ضرورة، يعني وجدت الضرورة لم توجد الضرورة يجوز، لأن النبي أمر بها وقال ويحك اركبها، ويلك اركبها، قال إنها يعني بدنة، قال اركبها ويحك. لكن حديث إذا ألجئت إليها فيها دلالة واضحة جدا على أنه إذا كان في الساعة لا يركبها. وقال بقول الظاهرية أحمد وإسحاق بن راهوي، وبعضهم أوجب ذلك واحتج بحديثي الباب، وكره مالك وأبو حنيفة والشافعي وأكثر الفقهاء فيما حكاه صاحب الاستذكار ركوبها من غير ضرورة، وهذا هو الأعدل وهذا هو الأقرب للسنة. ركوبها من غير ضرورة ما فيه تعظيم شعائر الله جل في علاه. ولذلك هنا الحديث قال اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها، يبقى إذا كانت الحاجة مسة إليها فاركبها وإلا فلا. الشافعي له قول عجيب، قال إذا ركبها وهو من تعظيم شعائر الله احتاج وركبها، لكن إذا كانت على النقص من السمنة ونقصت فإنه يضمنها، يضمن النقص لفقراء مكة، يضمن النقص لفقراء مكة. وهؤلاء عندهم الحديث وقول النبي إذا جئت إليها فاركبها، ويدل ذلك أيضا أنهم ما خرج لله جل في علاه فإنه لا يمكن الرجوع إليه ولا الانتفاع به إلا عند الضرورة. وركوبه يحتمل أن يكون غير ضرورة أن يكون لها، ورواية جابر السلمة تشهد له. كذلك رواية أحمد في جهده المشي فأباح ركوبها للضرورة، لأنه جهده المشي جدا وعنده البدنة لم يركبها، فقال اركبها، قال إنها بدنة، مهدا لله جل في علاه، إنها بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال ويحك اركبها. ولذلك ما خرجت لا يجوز بيع منافعها بحال أنها صارت كلية لله جل في علاه. وهذا كان الوقف الذي لا يمكن أحد أن يتصرف فيه إلا لله. وقال مجاهد في قوله تعالى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، قال في ظهورها وألبانها وأصوافها وأوبارها حتى تصير بدنة. وقال النخعي عروة متى ذلك، فقال عروة بعد أن يقلدها، وقال مجاهد قبله، وهو أولى أن الأجل المسمى أن يقلد ولم يوجد. وقال ابن القاسم فإن ركبها محتاجا فليس عليه أن ينزل إذا استراح، ما دام الحاجة هي التي يعني قد ألجأته إلى ذلك فلا بد أن يستريح. ومالك مع قوله في استخدامها قال إن تعب فله أن ينزل يستريح، إن تعب نعم فينزل يستريح. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ويلك ويحك كأنه يدعو عليه، وهذا زجر له، لأن النبي قد قال له اركبها وهو يعارض، هذا ورع كاذب. أنت تتورع من النبي صلى الله عليه وسلم والنبي
هو أورع الأمة، والنبي هو أعبد الأمة، والنبي هو أرقى الأمة، فأنت تقول له هي بدنة لا أركبها تورعا. الورع كل الورع فيما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له اركبها، اركبها الثالثة قال اركبها واحد، يعني أمرتك فلابد أن تأتمر بأمري. مسائل: ويجوز إهداء الذكر والأنثى للبيت، وهو مذهب الشافعية وقول جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل خص الشافعي الإناث وهذا قول ضعيف. وقد ورد عن نافع بن عبد الله بن أبي بكر أنه أهدى جملا كان لأبي جهل بن هشام، إذا ذكر وأنثى في ذلك. ومن الفوائد هو التكرار، تكرار الفتوى على المستفتي، عندما قال يا بدنة وهو يمشي قال له النبي صلى الله عليه وسلم اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنة، أنا استفسر منك إنها بدنة، والبدنة مهداة لبيت الله، بيت الله وبيت الله تعظيمه، يأبى أن أركبها، قال اركبها، يعني مع ذلك بعد ما سمعت منك وعلمت اركبها. في الثالثة قال له اركبها ويلك ويحك، يعني أنا أفتيك مرة ثانية وأنت تفعل ذلك، اركبها ويلك أو ويحك. وبواب البخاري عليه أن من حبس شيئا ينتفع به، وأنكره الداودي عليه وقال إنما جعلها الله جل وعلا دولة محلة، وصحيح أنه انتفع بها، صحيح أنه انتفع بها. وأيضا الصحيح أن يقال بأنه بعد رجوع للعالم لابد من المصارعة في الأخذ بقوله والعمل، والعمل به. حياكم الله جميعا. الفوائد المستنبطة: شفقة النبي بأصحابه، قال ويحك اركبها، اركبها شفقة عليه، هو انهار شفقة عليه. جواز مراجعة المفضول للفاضل، فضل تكرار السلام ثلاثا والكلام ثلاثا والفتوى ثلاثا. قد يكون أيضا تعظيم أوامر النبي صلى الله عليه وسلم من شعائر الله، نعم هذا جيد. إلى سنن أبي داود، أترك لكم مجالا في أسئلة تفضلوا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.